نكمل. He doesn't sleep. هو كان مجهد ما قدر ينام بالقارب والحيطان دار مدايرة. Or rest ما قدر يرتاح. For 2 days لمدة يومين. And 2 nights لمدة ليلتين. His back ظهره. السور متألم. His hand إيده. Have been lacerated ممزقة. إيده ممزقة lacerated. He is utterly هو تماما exhausted مجهد أو متعب. But doesn't give up لكن ما يستطيع أن يستسلم not give up the fight من القتال. He is determined هو مصر to show ليظهر the marlin ليظهر لمارلين. What sort of man أي نوع هو من الرجال. He is هو. He must kill the marlin هو يجب أن يقتل المارلين. In all في كل. It's greatness كل عظمته. And glory هو مجده لأن هو سمك كبير وقوي. But I will show him لكن يريد أن يريه. What a man can do ماذا يستطيع الرجل أن يفعل. And what a man dare وماذا يستطيع أن يدور أن يتحمل الرجل. He says هو قال You are killing me يعني أنت تريد تقتلني. Fish يا سمك. He says هو قال Killing come on تعال come on تعال. And kill me واقتلني. It's don't care لا يهم. Who kills who من يقتل من. His act فعله is killing the marlin عندما قتل مارلين. Comes as climax جاء كذروة to his ordeal يعني صار الذروة يعني من قتل المارلين صار الحدث أقوى شيء بالقصة. The marlin is 1500 pounds 15 يعني 500 طن وزنها المارلين الويت هاي خاف يجيك فراغ صح وخطأ. 1500 He shows the same هو أظهر نفس الديناميك أظهر نفس الديناميكية بالقتال مال السمك لأن هو شاف السمكة ما السمك مارلين الشون قوي فأظهر الديناميكية نفسها اللي قاتل بيها مارلين هو قاتل بيها الأسرار والحيل نفسه قام يقلد المارلين الكواليتي الصفات كاباسيتي القدرة فور أكشن للأحداث إن ديلينج وذ ذا شيرك تعامله ويا الحيتان كلها يشوف شلون يسوي السمك مارلين هو يقلده قام الأولد مان يعني يتعلم من السمكة القتال والديناميكية. The theorist to attack his marlin أول ما شو اسمه جاء على مارلين ورا ما صادها الأولد مان يريد ياكلها هو very big حوت كبير اسمه ماكو هو نوعيته ماكو هو مو اسم النوعية مالته ماكو شرك شنو هذا الشرك very big جدا كبير وشرير هو اللي attack the marlin the first one هاي يجيش صح خطأ فراغات من الأول شيء Who's the first to attack Marlin? هو ماغو. He hits. هو ضرب. The shark القرش. In the brain. على رأسه بالحربة بالهاربون. Without hopes. بدون أمل. قال خلا ضربه يجوز أموت يجوز أعيش بدون أمل. But with resolutions. لكن عنده قرار بداخله. And complete malignancy. وعنده الخبث الكامل او شلون نقول الخباثة عنده خباثة يعني الاولد مان مالجنانسي يعني الخباثة. The shark dies بعدين قتل الشارك بمات المكر والحيل لان تعلم من المارلين قتل الشارك الحوت but it takes لكن قبل ما يقتله الحوت اكل من المارلين قطع takes away وأخذ الحربة أخذ الحربة takes away the harbon أخذ الحربة مع الرجل العجوز لأن ضربها برأسه نبتها وراح وأخذها وياه but man is not made for defeat قال الرجل ما صنع ليهزم
باتمان الرجل is not made لم يصنع for defeat للهزيمة. سانتياغو says هذا قول سانتياغو. أمان can be destroyed الرجل يدمر but cannot be defeated لكن لا يهزم. It is his spirit هاي روحه. That he gets ready أن يكون جاهزا to fight للمحاربة against ضد more sharks الكثير من القروش.